بدون فيس ميكر، تعرف شنو فيس ميكر؟ الجهاز بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين وأصحابه وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. و حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج فدك بلس، معكم محدثكم محمد أبو سلطان ومعي الأخ علي الإبراهيمي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواننا الأعزاء، عظم الله أجورنا وأجوركم. عدنا لكم من جديد بعد شهر محرم الحرام لنكمل إن شاء الله هذا البرنامج المبارك، وحياكم الله. نعم، نبدأ وياكم هذه الحلقة أخواني الكرام حول موضوع أثار الساحة الشيعية في الأيام التي مضت في محرم الحرام، في عشرة محرم. كانت هنالك كلمة إلى سماحة السيد أحمد الشيرازي دام عزه المبارك، يتحدث فيها، كان في استقبال شهر محرم الحرام، وتحدث في هذه الكلمة القيمة عن هؤلاء الذين يستهزئون بالشعائر الحسينية والذين يحاربون الشعائر الحسينية وبالخصوص شعيرة الإدماء المقدسة. كانت هذه الكلمة مؤلمة جدا إلى هؤلاء الذين يحاربون هذه الشعائر والذين هم لا يستسيغون مثل هذه الشعائر. كانت كلمة السيد أحمد الشيرازي تتمحور حول ظلم وقمع خامنئي للمطبرين في إيران، وإن لم يسميه بالاسم، ولكن كانت هذه الكلمة، وإن كان الكلام بالتلميح فهو أبلغ من التصريح كما يقال، ولذلك هي سببت هنالك ربكة إلى أتباعه، أتباع خامنئي. لنستمع إلى مقطع قصير من هذه الكلمة ومن ثم نعود إليكم. هنا في هذا الديوان في تلك الزاوية رأيت أحد أتباع ذلك القائد، قلت له لماذا تمنعون شخص يريد أن يطبر في بلدكم ذاك؟ لماذا تمنعون المطبر؟ شخص يريد أن يجرح نفسه، لا يريد أن يتعرض لأحد، لا يريد أن يؤذي أحدا. قائدكم قال كلمته، قال أنه لا يقبل هذه التصرفات، خلاص أخلى مسؤوليته، إن كانت مسؤولية أخلى مسؤوليته، مسؤولية أمام العالم أخلى مسؤوليته، مسؤولية أمام شعبه قال كلمته أخلى مسؤوليته. لماذا هذه الشدة؟ لماذا يسجن المطبر؟ لماذا يؤذى المطبر؟ قال لا، هو قائد يتحمل مسؤولية ما يحدث في بلده. قلت له عجيب، النصارى في ذلك البلد يمارسون شعائرهم الشركية بكل حرية ولا أحد يتعرض لهم، وذاك الشخص لا يقول أنا مسؤول، هم يصنعون هكذا شيء. وفي الإعلام الرسمي في ذلك البلد تبث مقاطع شركية من النصارى سنويا. اليهود في ذلك البلد، في ذلك البلد يوجد قلة من اليهود يمارسون شعائرهم بكل حرية، شعائرهم الشركية. المجوس في ذلك البلد يمارسون شعائرهم الشركية، في كل سنة عشرات من الناس من المجوس من أطراف العالم يسافرون إلى ذلك البلد ليؤدوا شعائر شركية في أيام معينة لهم في كل سنة، ولا أحد يتعرف. العامة في مساجدهم في ذلك البلد يصلون صلاة التراويح، لا أحد يتعرض لهم.
هم جماعته، جماعته، جماعة الحكومة تلك. هذا الوزير سرق كذا مليار، ليس بالملايين، بالمليارات. ذاك السفير ارتكب العمل القبيح الفلاني باعترافهم، ذاك إمام الجمعة الفلاني صنع شيئا من أكابر الكبائر وكتبوا ذلك واعترفوا. كل ذلك يقولون لا يرتبط الأمر به، فقط المطبر يرتبط به. كل المفاسد عادي، شخص مطبر في حسينية باب مغلق ليس من حقه أن يطبر. هذه مظلومية لسيد الشهداء أم لا؟ المشرك حر يؤدي أعمال شركية، والمؤمن الصالح ليس حرا أن يؤدي شيئا قليلا تجاه دم سيد الشهداء. والله كل دماء المطبرين لا تسوى قطرة واحدة من دم سيد الشهداء. إذن هذه كانت كلمة أو مقطع من كلمة السيد أحمد الشيرازي دام عزه، ومن أراد أن يستمع إليها كاملة فبإمكانه الرجوع إليها على اليوتيوب، موجودة كلمة قيمة جدا تناول فيها أدعياء أو هؤلاء المستهزئين بالشعائر الحسينية، ومن ضمنهم بالمناسبة أحمد الوائلي، وقد صب عليه جام غضبه وأسماه بأبو البواليع وقليل الأدب. لأن أحمد الوائلي بالمناسبة يعني له مقطع مشهور يتطاول فيه على المعزين والمطبرين و هذه الشعائر الحسينية، ويقول يعني بتعبيره أنه لا يظفر بهم يدفنهم أحياء بالبلوعة. على أي الحال الآن لا يعنينا كلام أحمد الوائلي، الذي يعنينا هو التهديد من قبل إحدى العمائم الفاسدة في الكويت، وهو حسين القلاف، وهو نائب كويتي سابق في مجلس الأمة في الكويت. انتشر له مقطع صوتي على الواتساب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يهدد فيه تهديدا مبطنا لسماحة السيد أحمد الشيرازي، لنستمع إليه ومن ثم نعود لنعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظم الله أجوركم بمصيبة الحسين عليه السلام وأهل بيته. في الحقيقة وصلني فيديو لأحد المعممين هنا في الكويت يطعن في أحد المراجع، وأعتقد أن هذه ليست المرأة الأولى التي نسمع من هذا الشخص المعمم هكذا تجريح وتطاول على العلماء. ولذلك أحببت أن أنبه هذا الشخص أنك وافد مقيم هنا في الكويت، وما تقوله قد يخلق فتنة. أما تجرؤك على العلماء فواضح كل الوضوح حينما تتكلم عن مرجع بأنه لا يمتلك جزء من العدالة، إنك لا تمتلك جزء الجزء من العدالة في طعنك وتجريحك، بدليل أن المسألة مسألة تطبير، مسألة اجتهادية. قد يكون يقول فيها هذا الفقيه بالجواز أو الاستحباب، وقد يقول آخر من الفقهاء بالحرمة، لأنها قضية اجتهادية، وكل فقيه بما يملي عليه الأدلة يفتي. أما هذا الأسلوب الذي تكرر منك، نحن
أيضا كمؤمنين لدينا وظيفة. الآن في هذه المرحلة أعتقد أن ننهاك عن هذا المنكر، تختلف مع هذا المرجع، تتفق مع هذا المرجع، هذا شأنك، لكن نحن لا نقبل منك ومن غيرنا وعلى أنفسنا أن نتعدى على أحد العلماء المراجع. فأتمنى أن هذه آخر مرة تصعد بها المنبر وتتطاول على أحد العلماء، وإذا تكرر منك هذا فسوف يكون لنا موقف تدرك من خلاله معنى هذا الكلام الذي الآن أنبهك عليه. فأقرب كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برواية الإمام الصادق عليه السلام إلى الأنبياء العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، ومداد العلماء يعادل دماء الشهداء. منزلة العالم منزلة كبيرة. التطاول والتجاسر والطعن هذا أمر غير مقبول. إذا كنت لا تعتقد أنه عادل فهذا شأنك أنت، فهناك من يعتقد بعدالة هذا المرجع ويقلده، وهذا الطعن منك غير مقبول. أدعوك أن تنتهي وتقف عند هذا الحد حتى لا ترى ما لا يعجبك مني شخصيا على الأقل. والحمد لله رب العالمين. إذن كانت هذه كلمة أو تهديد المدعو حسين القلاف لسماحة السيد أحمد الشيرازي، وكما استمعتم لدينا تعليقات لعله تتجاوز الست تعليقات حول ما تفوه به خلال هذه ال4 دقائق في التسجيل الصوتي. سيكون معنا إن شاء الله ضيفا في هذه الحلقة الأخ العزيز أبو مهدي، طالب علم، إن شاء الله يجيب على بعض التساؤلات وعلى بعض الإشكالات ويرد على هذا المدعو المعمم الفاسد حسين القلاف. السلام عليكم أخونا أبو مهدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، حياكم الله أخونا العزيز وحيا ضيفكم الكريم، حياكم الله، عظم الله أجوركم في مصاب أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. صلاة الله. نعم نعم، حياك الله أبو مهدي. يعني أبو مهدي الأخ طالب علم وهو صاحب أيضا مؤلفات كثيرة وله باع طويل في الرد على أهل الفلسفة والعرفان وحول هؤلاء المنحرفين كأمثال خامنئي والخميني ومن لف لفهم. أبو مهدي، أنت استمعت إلى المقطع ووجدت أنه كيف يريد أن يرسم هذا الشخص حسين القلاف، أو يريد أن يوهم الآخرين أن علي خامنئي هو مرجع كحاله من المراجع الآخرين. يعني أنتم لديكم كتاب من إحدى مؤلفاتكم، بكتاب بعنوانه مرجعية خامنئي بين الوهم الإعلامي والواقع العلمي. أثبتتم في هذا الكتاب أن خامنئي لم يكن مجتهدا بالأصل. فأبو مهدي الآن السؤال هو، أنتم استمعتم إلى حسين القلاف ويريد أن يوهم الآخرين أن علي خامنئي هو مرجع من المراجع المعتبرين في الساحة الشيعية، وكما يقال أن علينا أن نثبت العرش ثم ننقش كما يقال. فما هو ردك وأنتم ألفتم هذا المؤلف على هذه النقطة بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة
أتباع خامنئي ينشرون في الإعلام بشكل مضخم لخامنئي ويضعونه في مصاف الفقهاء الكبار. نعم. يعني الآن تشوف إذاعة الكوثر مثلا تضع فتاوى هذا الخامنئي مع في مصاف فتاوى السيد السيستاني مثلا. أحسنت. أو ينشرون في المنشورات فتاوى السيد السيستاني مع فتاوى الخامنئي ليوهموا الناس بأن هذا الرجل في مصاف المراجع الكبار. نعم. هذا من الإعلام المضلل للعوام. في الحقيقة خامنئي لم يكن يعرف بالاجتهاد أبدا. نعم. قبل أن يصل إلى منصبه الحالي منصب قيادة الثورة. نعم. قبل هذا المنصب لم يكن يعرف أبدا بالاجتهاد. قبل أن يصل إلى قيادة الثورة بيوم واحد كان هذا خامنئي يلقب بلقب حجة الإسلام. بعد أن وصل إلى هذه المرتبة أو وصل إلى هذا المقام اللي وضعوه فيه اللي هو مقام ولاية الفقيه أو وضعوه في قيادة الثورة، بعد أن وصل إلى هذا المقام لقب بلقب آية الله. قبل هذا بيوم واحد كان يلقب بحجة الإسلام. قبل هذا لم يعرف أبدا، يعني خلال يعني لو يراجع الباحث من بداية الثورة سنة 1979 حتى 1989، 10 سنوات اللي حكم فيها الخميني، في هذه الفترة طول هذه الفترة كان لقب خامنئي هو آية الآدي، لقب حجة الإسلام. لقب حجة الإسلام بعد وصوله إلى قيادة الثورة مباشرة لقب بآية الله. طبعا هو وصل إلى قيادة الثورة ولم يدعوا له أنه مرجع، يعني سلموا قيادة الثورة وغيروا حتى في الدستور الإيراني حتى يصل إلى قيادة الثورة. طبعا الدستور الإيراني في زمن الخميني كان شرط قبول القيادة، يعني شرط من شروط القيادة وتسلم القيادة، أحد الشروط أن يكون مرجع تقليد. صحيح. هذا الشرط ما موجود في خامنئي، لذلك رفعوا رتبته إلى رتبة مجتهد وغيروا في الدستور الإيراني بأن يكون ليس من الضروري أن يكون القائد للثورة أن يكون مرجع، فقط أن يكون مجتهد. من ذلك اليوم نسبوا للخامنئي أنه مجتهد. قبل هذا اليوم حتى خامنئي نفسه يشهد بأنه غير مجتهد، وهناك تسجيلات أيضا ونصوص في بعض الكتب يصرح فيها بأنه غير مجتهد. كان هنالك أيضا فيديو قد انتشر في الفترة الأخيرة بعد هلاك هاشم رفسنجاني إذا تذكروا أبو مهدي، أن خامنئي بنفسه يقول أنني لست مجتهدا. نعم. يعني هو الآن السؤال هنا، لماذا أو في أي عام يعني تم وضع أو تم تلقيب خامنئي بأنه مجتهد وبأنه من المراجع، أو كيف أصبح انتقل من الاجتهاد إلى أن يكون مرجعا إلى طائفة كبيرة من المسلمين الشيعة؟ هو بعد تسلم قيادة الثورة مباشرة. بعد تسلم قيادة الثورة مباشرة لقب بآية الله. قبل هذا التاريخ كان يلقب بحجة الإسلام فقط. حتى هناك نصوص كثيرة للخميني حينما يخاطب الخامنئي يخاطبه بحجة الإسلام. صحيح. كذلك نصوص كثيرة من عدد من العلماء اللي خاطبوا الخامنئي في تلك الفترة كانوا يلقبونه بحجة الإسلام.
طيب بعض السياسيين لقبه بحجة الإسلام والمسلمين بعد تسلم رئاسة الجمهورية، أصبح فترة من الفترات رئيس للجمهورية لقبه بحجة الإسلام والمسلمين. طيب أبو مهدي، لكن هو نعم أبو مهدي، هنا سؤال يعني فرعي حول، نحن نعرف يعني أن المرجع حينما يطرح مرجعيته يطرح رسالة عملية للمكلفين أو لهؤلاء المقلدين الذين يقلدون هذا المرجع، بينما ليس هنالك أي رسالة عملية على ما في بالي حول تتعلق بخامنئي. فمن أين يأخذون هؤلاء يعني الذين يقلدون خامنئي، من أين يأخذون الأحكام الفقهية؟ هذه من يعني من مشكلة المشاكل، من مشكلة المشاكل عندهم. هو الخامنئي طرح نفسه كمجتهد بعد ما ذكرنا بعد تسلمه قيادة الثورة، أصبح يلقب بآية الله بعد تسلمه قيادة الثورة. قبل هذا التاريخ لا يعرف بالاجتهاد أبدا، ولم يلقب بآية الله قبل هذا التاريخ. بعد تسلمه القيادة كان يحاول أن يصعد إلى المرجعية، ولكن هناك عوائق، وجود مرجعيات كبيرة كمرجعية الأراكي وغير من الفقهاء، كمرجعية السيد الخوئي أيضا، ومرجعية الشيخ السيد عبد العال السبزوار، وهناك فقهاء كبار. كانت هناك عوائق، لم يستطع الخامنئي في الفترة الأولى أن يطرح هذا المشروع، مشروع أنه يطرح مرجعيته. حتى أصحابه لم يعني حتى التابعين له، تابعين للجمهورية، لم يتوقعوا في يوم من الأيام أن يطرح الخامنئي هذا الموضوع، موضوع أنه مجتهد. حتى هناك تصريح لأحد أقطاب النظام، وهو السيد محمد حسين الحسين الطهراني، في كتاب اسمه وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام، في هذا الكتاب في الصفحة 195 يقول هذا: بعد وفاة آية الله الخميني وإيكال القيادة إلى سماحة السيد الحاج علي خامنئي، حيث علينا هنا، شوف ركز على هذا الكلام، حيث علينا هنا أن نعرف وظيفتنا، لأنه مما لا شك فيه أن عنوان التقليد من الآن فصاعدا قد انفصل عن عنوان الحكومة، يعني أن سماحة السيد الخامنئي ليس من مراجع تقليد الناس، ولا بد من وجود عنوان الأعلمية في مسألة التقليد. نعم. هذا بعد ما تسلم الخامنئي قيادة الثورة. الثورة، وهذا يصرح بصريح العبارة، يقول لك أن عنوان الحكومة والمرجعية انفصل من الآن فصاعدا، حتى هو مو متوقع أن الخامنئي يدعي الاجتهاد. نعم. أو يدعي قصد المرجعية بعد ما وصلوا لقيادة الثورة. قال هذا التصريح، قال: بعد وفاة آية الله الخميني وإيكال القيادة إلى سماحة الحاج علي خامنئي، حيث علينا هنا أن نعرف وظيفتنا، لأنه مما لا شك فيه، ما في شك أبدا، أن عنوان التقليد من الآن فصاعدا قد انفصل عن عنوان الحكومة، يعني أن سماحة السيد الخامنئي ليس من مراجع تقليد الناس، ولا بد من وجود عنوان الأعلمية في مسألة التقليد. أنا عدت للتأكيد أنه يقول من الآن فصاعدا لا يتسلم الخامنئي المرجعية، لأنه يعرف أنه مو مجتهد، ولا حتى قريب من الاجتهاد، ولا قريب من المرجعية. نعم، أحسنتم أبو مهدي، بارك الله بكم. طبعا الآن ثبت للناس أن هذا الرجل أصلا ما كان يعرف بالاجتهاد، وبكلمة هذا مدعي العلم هذا الذي تكلم على سماحة السيد أحمد الشيرازي، قال في بداية كلامه: أنت وافد مقيم في الكويت. الآن هذه كلمة
إذا عدلتها إلى الموازين الشرعية يا أخونا أبو مهدي، لا نجد أننا في التشيع أو في الشرع المقدس هنالك مثلا بلد على بلد مفضل. الآن نعرف أنه المؤمن أينما كان يريد أن يسكن، يريد أن يعيش، فيتملك هذه الأرض ويبني فيها. الأرض ملك الله أو ملك الله. فماذا تقول على هذه الكلمات التي تفوه بها هذا الرجل؟ قبل أن أتطرق إلى هذا الرجل، أولا أشير أن الخامنئي حينما تحدثنا فيه عن موضوع الاجتهاد، أود أن أنوه بأننا نناقش حول الخامنئي حول اجتهاده وعدم اجتهاده. نعم. زين، وهذه بحث متقدم أصلا، من المفترض على الباحثين أن يناقشوا هل الخامنئي درس علوم الخارج أو لم يدرس. نعم، أحسنتم. أحب أن أنوه إلى هذه النقطة. لأن الفترة التي ذكروا بأن الخامنئي درس فيها هي فترة قيام الثورة، وأعمال الثورة والجهاد وهذا الأمور. هو كان لك أبو مهدي كتاب، الآن لا أتذكر اسمه، كنت بينت تناقض. نعم، عفوا، كنت تبينت تناقضات خامنئي بنفسه. تذكر اسم الكتاب؟ نعم. كتاب دراسة استقصائية. نعم. في السيرة العلمية الخامنائية. نعم، أحسنتم. نعم، هو الخامنئي في فترة دراسته حدثت تناقضات عجيبة في هذه الفترة اللي ذكروا فيها أنه درس البحث الخارج. نعم. في نفس الفترة طارت أحداث الثورة. ده. واشتغل في ذاك الوقت مع انشغل في الأحداث السياسية، من سجن، من تنقلات، من نفي، من مطاردة. فكان تلك الفترة مشتغل بهذه الأمور، ما كان هو حول الدرس والدراسة. نعم. حبيت أبين هذا الأمر. نعم. قبل. نعم. لا نتطرق للرجل. نعم. أما نرجع إلى حديث هذا الرجل، المشكلة من هؤلاء هم يرون ردة الفعل ولا يرجعون إلى أصل الفعل. يعني يتحدث مثلا هذا الرجل حينما خرج السيد أحمد وتحدث عن الخامنئي ينظر إلى ردة الفعل، ولكن لا ينظر ماذا فعل خامنئي قبل هذا الفعل. نعم، صح. يعني الخامنئي نفسه قتل المطبرين في أصفهان. يعني أجهزة المخابرات الإيرانية ضربت المطبرين في أصفهان. أبو مهدي، أبو مهدي، بما أنك تطرقت إلى قتل المطبرين في أصفهان، إحنا لدينا فيديو لا بأس أن نعرضه وأنتم تعلقون على هذا الفيديو. الأخوة بالكنترول ده بالإمكان عرض الفيديو إن شاء الله. بارك الله. هذا الفيديو يبين أن هناك طلق رصاص حي على المخبرين، هذا في أصفهان سنة 1434 هجرية. Thank you.
نعم، هذا إذا مشاهد طبعا مقطع طويل، احنا نكتفي إلى هذا القدر. نعم، هذا مشاهد متفرقة حول ما قام به المخابرات الإيرانية في أصفهان بطلق الرصاص على المطبرين والعزاء في الشوارع، وقد سقط هنالك شهيد، وهو أو عفوا قبل ذلك أيضا في سنة 1430 سقط شهيد وهو حميد رضائي. إذا بالإمكان عرض أيضا الفيديو. نعم، هذه جثة الشهيد حميد رضائي رحمه الله، وتجدون شوف الرصاص في جسده، فقط لأنه خرج يطبر يسيل دمه مواساة لدماء أو لشهادة الإمام الحسين عليه السلام. لم يرتكب ذنبا سوى أنه طبر من أجل الإمام الحسين عليه السلام، إلا أن خامنئي فرعون إيران وزمرته أبوا إلا أن يردوه قتيلا رحمه الله. هذه إذن بعض المشاهد. نعم نعم أبو مهدي، أظن شاهدتوا معنا المقاطع وتعليقكم على ذلك. نعم. نعم، أنا ذكرت بأن هذا الشخص يستمع إلى الكلمة ولا يرى سبب هذه الكلمة، سبب ردة الفعل. يعني حينما تفعل الحكومة الإيرانية بالمطبرين هذا وتقتل المطبرين وتضربهم بالهراوات، يسكت هذا المعمم ولا يتكلم، بينما حينما يثور أحد الثوار انتصارا لهؤلاء المظلومين أو دفاعا عنهم يهجم هؤلاء على هذا الثائر. فهم ينظرون إلى ردة الفعل ولا ينظرون إلى أصل الفعل الذي فعله طاغية إيران. نعم، طبعا هو يقول في كلامه، يعني يقول أن مسألة التطبير مسألة اجتهادية، قد يقول فيها الفقيه بالجواز أو الاستحباب أو يقول آخر بالحرمة، وقضية اجتهادية. هنا يعني أنتم تجدون أخواني يعني التناقض، إذا كانت كما يقال أو كما تقول أنها مسألة اجتهادية، لماذا نجد هذا يعني الفرض الحكم؟ يعني الآن بغض النظر على أن خامنئي مجتهد أو أنه مرجع وأنه أفتى بالحرمة، بغض النظر عن إثبات ذلك، هل يحق لهذا المرجع أن يقوم بقتل المطبرين وبإطلاق الرصاص عليهم وبضربهم بالهراوات وبالعصي وما أشبه ذلك؟ سبب فتنة عظمى، الأمر امتد لم يمتد فقط إلى في إيران بل امتد إلى دول الخليج. يعني أبو مهدي إذا كنتم تتذكرون في إحدى السنوات في البحرين حينما هاجم أتباع خامنئي إحدى المواكب مواكب شعيرة الإدماء المقدس وضربوهم بالحجارة والعصي، ويعني سببوا فتنة في هذا في ذلك العام. نعم أحسنتم. شوف السبب، الخامنئي لا يتعامل مع هذا مع موضوع التطبير كفتوى مقابل فتوى. نعم، أو مرجع يفتي بشيء والمرجع الآخر يفتي بشيء ويعمل على شاكلته. نعم، كلا، الخامنئي يفرض على المراجع ويفرض على المكلفين من الذين يقلدون المراجع الآخرين. نعم، الطاعة أوامره. فقال في أجوبة الاستفتاءات في الصفحة 24 المسألة رقم 62، نعم، يقول يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين والتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام. نعم، فكيف بمقلديهم؟ يعني فرض
على كل الفقهاء مو بس المقلدين، فرض. إذا قال الخامنئي بحرمة التطبير يفرضها عليهم فرض. يقول ولا نرى الالتزام بولاية الفقيه قابلا للفصل عن الالتزام بولاية الإسلام وولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام، يعني حكمه كحكم المعصوم تماما ويفرضه على جميع الفقهاء. والذي لا يخضع لهذه الفتوى يقول أحد أقطاب الثورة في كتاب آخر، في كتاب قدوة الفقهاء للشيخ علي الكوراني ينقل هذا الأمر عن آية الله صدوقي. نعم. إمام جمعة يزد يقول إذا لم يقبل أحد أن يخضع لولاية الفقيه فهو لا يخضع للإسلام، ولا يمكن أن يقال أنه مسلم ولا مؤمن أيا كان مقامه، يعني حتى لو كان مرجع تقليد إذا ما يقبل يخضع لولاية الفقيه فهو لا يخضع للإسلام. ويكمل ويقول ولا يمكن أن يقال أنه مسلم ولا مؤمن أيا كان مقامه إذا لم يقبل بولاية الفقيه، أي ولاية الفقيه المطلقة. فنحن نشك في إسلامه وفي إيمانه بالله تعالى، بل لا نشك ولكن نقول ليس مؤمنا وليس مسلما. فسبب هجوم جلاوزة خامنئي على المطبرين بأنهم يرونهم كفار لا يلتزمون بأوامر ولاية الفقيه، والذي لا يلتزم بولاية الفقيه كافر يجب أن يقتل، وهذه في شعاراتهم، في شعاراتهم يطلقونها الموت لمن يخالف ولاية الفقيه. نعم أحسنتم. هو أيضا أبو مهدي يعني في كلامه يعني يريد أن يقلل من شأن الأمر ويريد أن يبين أنه هم المظلومون، يعني يقول تختلف مع هذا المرجع تتفق مع هذا المرجع هذا شأنك، لكن نحن لا نقبل منك ومن غيرنا وعلى أنفسنا أن نتعدى على أحد العلماء المراجع، وكأن يعني يريد أن يصور لنا أن النظام الخامنئي وقنواته ونظامه لم يتعدى على المراجع ولم يسيء لهم، يعني يريد أن يصور ذلك أبو مهدي بكلامه ذلك، مع أن الواقع يكذب ذلك، الواقع خلاف ما يقوله هذا المدعو حسين القلاف. يعني نحن نعم. لسنا بعيدين نعم. عن الله فيكم. نعم تفضل أبو مهدي. نعم هو الظالم عادة يلبس لباس المظلوم. نعم. يخرج الظالم فيلبس لباس المظلوم ويتمسكن. نعم. هم اللي يفعلون هذه الجرائم، يقتلون المطبرين في أصفهان، يطلقون عليهم الرصاص الحي، يضربون المطبرين حتى لو كانوا داخل الحسينيات المقلقة. نعم. بالهراوات يأخذونهم إلى التعذيب في السجون، يمارسون كل هذه الأعمال، يمارسون الضغوط على المرجعيات على الإقامات الجبرية، وحينما يستصرخ ذلك المظلوم ضد ظالمه يرفع الظالم شعار المظلومية. نعم هذه المصيبة. أبو مهدي بس عفوا، هو أثناء كلامه يقول أنه التطبير مسألة اجتهادية و المرجع اللي يحرم التقليد عنده أدلته أو حسب الأدلة، والمرجع الذي يحرم التطبير حسب الأدلة، فيريد أن يوصل للناس وكأنه التطبير هنالك أدلة على حرمته، مع أن الأمر خلاف الواقع، هذا كلامه خلاف الواقع، لا يوجد دليل على حرمة التطبير، بل أن التطبير الآن تشخص في اسمه الشعائر الحسينية، الذي يريد أن يطعن بالشعائر الحسينية فورا يهاجم التطبير. هؤلاء الذين يحرمون التطبير كخامنئي وغيره نفسهم يحرمون باقي الشعائر الحسينية، فما المقصود من كلامه هذا؟ وهل هنالك أدلة واضحة على حرمة التطبير كما يزعم هذا؟ كلا لا يوجد. أحسنتم بارك الله فيكم على ما ذكرتم. الله يبارك بكم. لا يوجد دليل واحد على حرمة التطبير، كل الفقهاء إما أن يقول بالجواز وإما أن يقول بالاستحباب، لا يوجد فقيه واحد ذكر
بأن التطبير حرام، وخامنئي ليس بمجتهد حتى يفتي في مسائل الحلال والحرام، هو أصلا لم يدرس حتى يقف هذا المقام أو يتعدى على هذا المقام ويفتي في قبال الفقهاء. الآن الفقهاء في النجف الأشرف وقم المقدسة، مرجعية السيد السيستاني متوقف في هذه المسألة، وإذا توقف الفقيه في مسألة يرجع للفقهاء من بعد، يعني اللي يقلد مثلا السيد السيستاني ويرى أن السيد السيستاني ساكت عن هذه المسألة يرى المرجعية من بعده ويقلده في هذه المسألة. لو رجع إلى المرجعيات في النجف الأشرف، المرجعيات في النجف الأشرف تفتي بالاستحباب كلها، كذلك المرجعيات في قم، الشيخ الوحيد الخراساني، الروحاني، السيد صادق الشيرازي وغيرهم من المراجع كلهم يفتون بالاستحباب. لا يوجد فقيه جامع للشرائط يفتي بالحرمة، فلا دليل على الحرمة أبدا. نعم، احنا اخواني بالكنترول خلونا نفتح باب الاتصال ونعود ابو مهدي الى النقطة، وهي انهم يقول انه نحن لا نتعدى على احد العلماء المراجع، واحنا يعني جمعنا بعض المقاطع وبعض الصور التي كان النظام ولا زال النظام الخامنئي ولا زال يكرس كل جهده في تسقيط مرجعية السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله الشريف، وينعتها بشتى الأوصاف، ويعني الهجوم الكثير على هذا البيت المبارك، على يعني لطالما يعني منذ سنوات طويلة، ويعني هذا البيت الشيرازي وهو يعاني من النظام الخامنئي. إخواني بالكنترول دا تعرضوا بعض الصور التي قام بها أزلام النظام الخامنئي في تشويه صورة سماحة السيد صادق الشيرازي. اعرضوا لنا بعض الصور خلنا نشوف هل هؤلاء بالفعل أنهم لا يتعدون على أحد المراجع. انظروا إلى هذه الصور. هذه صورة في إحدى شوارع إيران، مطروح موضوع صورة السيد صادق الشيرازي ومكتوب تحتها بالفارسي أنها عمامة إنجليزية ومزدور إنجليزي، لعلها يعني عميل إنجليزي أو ما شابه ذلك. هذا تسقيط إلى أحد العلماء المراجع يا حسين القلاف، أينكم عن هذه؟ هذه صورة أخرى، لا إله إلا الله، في إحدى زقاق في لعله في قم المقدسة، غيرها الكثير يعني الصور. هنا أيضا صورة أخرى، لا إله إلا الله، يعني يعني ممن الأمر عملية ممنهجة لتسقيط سماحة السيد صادق الشيرازي. فأين هذه الأصوات؟ هذا مؤتمر، هنا مؤتمر وعمامة من عمائم خامنئي يتطرق إلى سماحة السيد صادق الشيرازي وينعته بأنه عمامة إنجليزية وأنها عميلة للإنجليز وما أشبه ذلك. هنا لا نجد أحد يتكلم من هذه العمائم العفنة، لكن حينما تجد هنالك من يجيب ومن يرد على هذه الإساءات يظهر لك حسين القلاف، يطلع لك حسين المعتوق، يطلع لك عبد الكريم الحبيل في القطيف، يطلع لك هذه العمائم النخرة تدافع عن هذه أو يدافع عن خامنئي وعن زمرته. هذه بعض الصور، هذه قليل يعني فقط لتبيان فقط أن هؤلاء هذا النظام كيف أنه يتعدى على المراجع العلماء العدول، وليس فقط السيد صادق الشيرازي وإنما مرجعية الروحاني، مرجعية السيد السبزواري، حتى السيد السيستاني في بداية الأمر، وغيرهم من العلماء الموجودين في قم المقدسة، السيد القمي، كل هؤلاء، الشيخ الرستقاري، كل هؤلاء النظام الخامنئي لم يتركهم في حالهم. ومن ثم يأتي حسين القلاف يقول على ونحن لا نقبل على أنفسنا أن نتعدى على أحد العلماء المراجع. كذبت وأثمت، أنتم سنوات طويلة وأنتم تسيئون إلى السيد الشيرازي وتسيئون إلى العلماء، ولكن حينما أتاكم الجواب وحينما فقط جواب بسيط أتاكم انتفضتم. نعم أبو مهدي تفضلوا.
الله يسلمكم. نعم. بالنسبة لهذا الأمر هم يكيلون بمكيالين. نعم. يعني هذا الرجل يكيل بمكيالين، يقول نحترم كل العلماء. نعم. إذا كنت تحترم كل العلماء لماذا لا تخاطب الخامنئي وتدعوه بنفس هذا الدعاء، تسجل تسجيل وترسله إلى خامنئي وتقول له لا تسيء إلى السيد صادق الشيرازي. نعم. وتصفه بالعمامة الإنجليزية، ولا تسيء له وتنشر منشورات في الشوارع بأنه عمامة إنجليزية. نعم. كذلك هناك تسجيل للسيد صادق الروحاني. نعم. بصريح العبارة يقول بأنهم هددوه ورفعوا السلاح في رأسه. لا إله إلا الله. لكي يغير أقواله. في تسجيل موجود في على اليوتيوب. نعم. موجود. نعم. هذا التسجيل، لأنهم أتوا إلى السيد صادق الروحاني وهددوه بالسلاح. صحيح. لماذا لا يخرج أمثال القلاف هذا ويسجل تسجيل صوتي إلى خامنئي ويدعوه للكف عن المراجع والكف عن باقي العلماء؟ ولكنهم يكيلون بمكيالين. هجوم ممنهج طوال السنة على مرجعية السيد صادق الشيرازي، وأحد يتكلم منه. ولكن حينما قام السيد أحمد يرد عليهم وينتفر للمطبرين الذين يسيلون دماءهم مواساة لأبا عبد الله الحسين عليه السلام، سارت سائرتهم. نعم. وقال أنك لا تسيء إلى المراجع. نعم. أينك أنت طول السنة؟ أحسنت أبو مهدي. أيضا في كلامه تطرق هذا، يقول إذا تكرر منك، وهو يخاطب سيد أحمد الله يحفظه، يقول له إذا تكرر منك هذا سوف يكون لنا موقف. يعني بين قوسين هذه رسالة تهديد للسيد أحمد الشيرازي. وهذا المنهج هو منهج بكري، منهج عمري، منهج داعشي، أنه قمع الرأي الآخر، الرأي المقابل، لا يقابلون الحجة بالحجة، إنما تهديد واضح من هذا المعمم للسيد أحمد الشيرازي. فشنو اللي يقدر يسويه ممكن يعني حسب كلامه هذا؟ هذه طريقة القوم، يعني لا يناقش، لا يطرح الدليل مقابل الدليل أو الحجة مقابل الحجة. كلا. نعم. لا يوجد لديهم أدلة أصلا، هم يفرضون الأمر فرضا. كما ذكرت لكم الفتوى فتوى قمعية. صحيح. يجب الطاعة وتأييد الثورة بالتكفير، وإن لم تفعل تقتل. لا إله هذه إلا طريقة الله. القوم، طريقة القوم هي الإجبار، طريقة داعشية، طريقة داعشية بامتياز. يفتي بالتزام بفتوى. وإذا لم تخضع لولاية الفقيه فأنت غير مسلم وأنت غير مؤمن. لا بعد ذلك الموت لمن يخالف ولاية الفقيه، تأتي تطبيق الفتوى. اللي حدث للمطبرين في أصفهان هذا الأمر، أنهم لم يلتزموا بأوامر الخامنئي وأفتوا بتكفيرهم الموت لمن يخالف ولاية الفقيه، وجهاز المخابرات طبق هذه الفتوى. حسنت. نعم أبو مهدي. وحسين القلاف. نعم. حسين القلاف امتداد لهذا النظام. حينما يرسل رسالة تهديد هو معتاد على هذه اللغة، معتاد على هذا الأسلوب. نعم. أسلوب التهديد. حسنت. نعم هذه هي لغة القوم كما تفضلت. و يعني أيضا يعني إحنا منذ سنوات نجد أن مثلا المدعو أسد قصير لا يألو جهدا في محاربة الشعائر الحسينية وفي محاربة السيد صادق الشيرازي، ونعتيه بشتى الأوصاف، فهؤلاء القوم يناقضون أنفسهم. خلونا نستمع إلى إحدى المقاطع لأسد قصير. صلوات الله عليهم أجمعين. ونحن لا يوجد لدينا حتى دليل ضعيف على أن التطبير من الشعائر. هذه المسألة محسومة فقهيا، ومن يدعي أن التطبير من الشعائر أصلا لم يذق طعم الفقه. فهذه القضية، ما معنى من الشعائر؟ كما ذكرت، لأن الشعائر توقيفية لابد أن نرجع فيها إلى أن يكون هناك نص
الشارع المقدس هو الذي يحدد أنه هذه من الشعائر أم لا؟ مثل نعم، سمعت أبو مهدي ماذا يقول هذا المدعو أسد قصير، يقول أن لهؤلاء الذين يفتون بالاستحباب أنهم لم يذوقوا طعم الفقه. سبحان الله، يعني ما هو ردكم على هذا المدعو؟ نعم، هو يعني المفترض يقلبها على صاحب خامنة الذي لم يذق طعم الفقاهة. هذا طعن صريح للمرجعيات العظمى. البعض لم يفتي فقط بالاستحباب، بل أفتى بالوجوب الكفائي. الله أكبر. للشعائر الحسينية، فهل هذا طعن في هذا المرجع؟ نعم، المرجعيات العظمى كلهم أفتوا بالاستحباب، كل هذه المرجعيات. نعم، لم يذوقوا طعم الفقاهة. أنت شلون تقول مثلا أنك تفتي بفتاوى المراجع العظام؟ هؤلاء المراجع العظام اللي أنت تدعي في هذه القناة أنك تنقل فتواهم، أنت طعنت في مرجعيتهم وأنهم لم يذوقوا طعم الفقاهة. أبو مهدي أيضا من ضمن كلامه، هذا في مضمون كلامه، يقول وهو يخاطب سيد أحمد أيضا: هنالك من يعتقد بعدالة المرجع، ويقصد خامنائي، حتى وإن كنت لا تعتقد أنت بعدالته، وهناك من يقلده مثلا. فكأن هذا الرجل لا منهجية لديه. هل كل من يعتقد مثلا بطاغية، بفرعون، بمجرم، يعني يلزم ذلك أننا نسكت عن انحرافه ونسكت عن ظلمه للناس ونسكت عن طعنه بالشريعة؟ الآن مثلا يجي كم واحد يعتقدون أبو بكر البغدادي على وفق ما تفوه به هذا، لا يجب أن نتكلم على أبو بكر البغدادي لأن هنالك أناس يحبونه. فهذا الكلام أصلا أوله ينقض آخره، فماذا تقول أخونا أبو مهدي؟ نعم، هذه الفكرة فكرة بكرية، يعني منقولة عن البكريين، يعني بعدالة، اللي يقول بعدالة جميع الصحابة. أحسنت. يعني أنا أقول الشخص الآخر يقول بعدالته أنا أسكت عن جرائمه أو آثامه أو مخالفاته الصريحة للشرع. من قال هذا؟ إذا كان الشخص يعتقد بعدالته، يجب أن نبين له أن هذا الشخص غير عادل. إذا كان غير عادل، لا نسكت عن جرائمه ومخالفاته لأن بعض الناس تعتقد بعدالته. نعم، في مضمون الحديث الشريف عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول: فأما من كان من الفقهاء إصائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا عند بعض فقهاء الشيعة لا كلهم. هذا تحديد من الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، أن هنالك بعض من الفقهاء، لا كل من ادعى الفقهاء وقال أنا مرجع لازم نصدقه ونقلده. علينا أن نمحص، علينا أن نبين للناس العادل من غيره، المرجع من مدعي المرجعية. نعم أبو مهدي، فقط خليك ويانا، فقط عندنا اتصال ومن ثم نعود إليك. خليك ويانا الأخ جمال السلمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أخونا العزيز جمال، عظم الله أجوركم. الله يحييكم. عظم الله أجوركم. نعم، تفضلوا. وسلام الحار إلى الضيف العزيز، الأخ العزيز الغالي أبو مهدي. حياكم الله أخي جمال. الله يحييكم ويسلمكم. حقيقة موضوعكم شيق ويثير اللعاب، يعني بالنسبة للرافضة. الله يبارك فيك. في الحقيقة يعني بالنسبة لنا هذه المشكلة قد تكون الأهم في العالم الشيعي. هذه المشكلة قد تكون هي العضو الذي أصابته الغدة السرطانية وتمكنت من أن تكون ملتصقة وملتحمة بالجسد الشيعي. المسألة عظيمة جدا وكبيرة جدا، ولها جذور، لها جذور عميقة. لطالما تعودنا بر شريف هذه القناة
أنها قد تطرقت لهذا الموضوع مرارا وتكرارا وأعادت فيه كثيرا لشدة خطورة هذا الموضوع، ومن أجل أن يستطيع الشارع الشيعي استيعاب كيف أن يفصل ما بين المرجع العادل الجامع للشرائع الذي هو أهل لأن يتبع، وما بين المرجع الذي يدعي المرجعية والذي يفرض مرجعيته بالحديد والنار وبقوة السلطة ويكون متسلطا بذلك على رقاب المسلمين ويتدخل حتى في أقدس مقدسات ليقوم بتحريمها كلية ومعاقبة القائمين من المؤمنين بأمثال هذه الشعائر المقدسة التي عرفت لطالما منذ الأزل منذ التشيع العظيم بتحليلها وجوازها والعمل بها. الذي أريد أن أتطرق إليه في هذه في هذا الجانب وفي هذه المسألة أن هذا الموضوع وإن كان هذا المدعو علي خامنائي أعلم ذلك أنه ليس بمجتهد والدلائل موجودة وكثيرة ومتواترة، ولا يستطيع أي أحد الآن أنا من المعممين الموجودين يقول لنا أنه قد تتلمذ على يد علي خامنائي في أي درس من الدروس. أنا أتحدى أي أحد الآن من هؤلاء المعممين يأتي ويخرج ويأتي بمقررات هذه الدروس ويقول أنا قد تتلمذ على يد علي خامنائي في هذه الدروس وهكذا. المسألة أن حتى لو فرضنا أنه وسلمنا لكم بأن هذا الذي تدعون به مرجعا هو مرجعا وحاز على نصاب المرجعية من باب العلم على الأقل كسيده الخميني، كذلك كان الخميني ونحن نعترف بذلك أنه كان على الأقل يمتلك شيئا من العلم، وطبعا العلم سلاح ذو حدين، يعني قد يجر الإنسان إلى الهاوية وقد يجره إلى وقد يتجه به إلى الطريق الصحيح. نعم أحسنت. الخميني كان ظالما أيضا، قتل المراجع أيضا، عذب وقتل وعذب من أنقذوا رقبته. يعني شوفوا هذه المفارقة العجيبة، آية الله شريعة مداري هو من أنقذ رقبة الخميني من القتل. نعم. وآية الله السيد محمد الشيرازي أيضا أنقذ رقبة خامنائي من القتل. نعم. وقتلهم الخامنائي بعد أن تولى الحكم. و الظلم الواقع على المراجع العظام الذين قتلوا على يد خامنائي تستطيعون إلى اليوم أن تروا مدى هذا الظلم موجود. اذهبوا إلى قبورهم وانظروا أين هي قبورهم، ولا أريد أن أزيد على ذلك، فقط اذهبوا وابحثوا عن قبر السيد محمد الشيرازي أين هو، أحسنت، وانظروا حاله، واذهبوا وانظروا حال قبر السيد شريعة مداري أين مدفون. نعم. وانظروا الظلم الذي وقع. وفي هذا الزمان نجد أيضا هذا الخامنائي يمارس سياسات هذا الطاغية الذي سبقه باسم الدين وباسم العمامة، وهذا الذي يؤلم وهذا الذي يؤذي. وهنا رأيتم بعض الصور الذي يضعها خامنائي مهاجمة للسيد الشيرات راجع العدول الموجودين في قم المقدسة، لكن هنا رفع فيديو وقد عرضتها القناة أكثر من مرة كيف يهجمون على بيوت المراجع، كيف يحطمون حسينيات المراجع، كيف يحطمون مراكزهم. نعم. بشكل وحشي كيف كانوا يحطمون بوابة البوابة الرئيسية لبيت السيد المرجع. حسنت. قبل فترة وجيزة وليس الأمر ببعيد، وكل ذلك يفعله بالحديد والنار. فأقول يا عالم ما ينفعنا مرجع هذه صفاته وهكذا يتعامل وينصب محكمة لرجال الدين والعلماء، وهذه المحكمة
محكمة جائرة بامتياز حتى لا يحق للشخص المتهم له محاميا يدافع عنه. نعم أحسنتم جمال. فما ينفعنا مرجع تكون هذه صفاته وإن كان يفهم شيء في العلم وفي الفتية وما إلى ذلك. ما ينفعنا مرجع يقرب أعداء آل بيت رسول الله ويعظم شأنهم ويجعلهم محترمين ومقدسين في الشارع الإسلامي. ما ينفعنا يحارب آل بيت رسول الله بتعظيم من قتلهم ويريد من العالم اتباعه على ذلك ويسفه كل من يعارضه ويحارب كل من يعارضه بالحديد والنار وبالقوة. هكذا يجب أن يكون المرجع في العالم الشيعي؟ لا أعتقد أن الأخوة المؤمنين الشيعة في العالم كله يحبون أن يكونوا كما هم البكرية وحال البكرية اليوم عباد لهؤلاء كهنة البكرية الذين يتصدرون للفتية وغير ذلك. نعم أحسنتم أخي جمال. ما بقي عندنا الكثير، الله يبارك فيكم، شاكر لك المداخلة. أنا بس أنت ألفتني إلى شيء وهو قول أن انظروا إلى ماذا فعلوا بالسيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه. الآن المدعو أسد قصير يتغنى بالسيد محمد الشيرازي ويترحم عليه في بعض المقاطع وبعض الإجابات في قناته، وكأنه نسى ماذا فعل به خامنئي وكيف جرعه السم وجرعه الويلات. وهذا السيد محمد الشيرازي في كتبه يذكر ظلامته ويقول وكنت في إيران، يعني أتجرع الظلم، مضمون كلامه أتجرع الظلم، ولو كنت يعني أريد أن أكتب يعني لو أريد أن أكتب كل هذه الظلامات تجد سوف تكون مجلدات، إلا أن النظام الخامنئي الآن لا يتغنى به ويترحم عليه. هنالك مقطع إلى أسد قصير إذا تعرضوا إخواني بالكنترول ومن ثم نعود. جديدة. طبعا السيد محمد الشيرازي قدس الله نفسه الزكية، من بعده جاء خلف أضاعوا هذا الخط الذي كان ينتمي إليه السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه. أضاعوا الوحدة والاعتدال والكلمة الطيبة والحسنة التي كان يعتمدها، فصار صار منهجهم سب، يسبون رموز إخوان أهل السنة والجماعة، يطعنون في عرض أم المؤمنين عائشة. نعم هذا المدعو أسد قصير هكذا يسفه ويستهزئ بالسيد صادق الشيرازي، يقول أتى خلف من بعد السيد محمد الشيرازي يريد أن يقول أضاعوا الصلاة وأنهم ضيعوا هذه المنهجية، وكأنه نسى ماذا فعلوا بالسيد محمد الشيرازي وبأبنائه وأنهم شردوهم وأنهم أبعدوهم وعذبوهم في السجون. نسى كل ذلك، بل قبر السيد محمد الشيرازي وجنازته ماذا فعلوا بها؟ دفنوه غصبا في مرقد السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام في قم المقدسة، خلافا لوصيتي. نسوا كل هذه، يريد أن يبين نحن لسنا ضد السيد محمد الشيرازي وإنما نحن نترحم عليه وقدس الله نفسه زكية، ولكن الذي أتى من بعده هو الذي يعني خرب هذه المنهجية وأنه أضاع هذه المنهجية. أبو مهدي استمعت لعلكم إلى هذا المقطع، وإذا كان لديكم تعليق على المقطع قبل أن ننهي هذا البرنامج. الله يسلمكم. نعم. هو أولا ذكر أن السيد الشيرازي السيد محمد يختلف عن السيد صادق الشيرازي. هذه ذكر السيد حسين هذا الأمر. أن السيد محمد كانت يؤسس والآن السيد صادق يطبق هذه الأمور.
في نفس هذه العائلة زوجة السيد محمد الشيرازي عندها كتاب بعنوان خلفاء السقيفة في محكمة التأريخ. في هذا الكتاب تنقل هذه السيدة الجليلة نفس المنهج اللي نطرحه نحن، هو عرض مسالب أعداء آل محمد. هذه السيدة الجليلة زوجة السيد محمد، وهي أم السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه، عندها كتاب خلفاء السقيفة. في هذا الكتاب تعرض نفس المنهج. نعم. لكن هؤلاء حينما مات السيد بعد أن ظلموه، الآن صاروا يتغنون عليه. لأهداف وطموحات سياسية، واضح. إيه نعم نعم. في نهاية هذا البرنامج أود أن أوجه رسالة لهذا المدعو. تفضلوا. تريد منا أن نسكت عن الخامنئي؟ تريد من السادة أن يسكتوا عن الخامنئي؟ ابعث رسالة للخامنئي أن يكف عن المطبرين، عن المحيين للشعائر، وأن يكف لسانه عن أهل العقيدة. حسنت. ولا يهاجمهم ولا يتهمهم بالعمالة، ونحن نسكت عنه. حسنت. نعم. نعم نعم أحسنتم أبو مهدي على هذا، على ما تفضلتم به في هذه الحلقة، وإن شاء الله لنا إن شاء الله حلقات أخرى لتبيان أيضا بعض هذه المزاعم التي روجها النظام الخامنئي لشخصية خامنئي. يعني أنتم ما شاء الله ذكرت يعني لديكم أكثر من كتاب، وحقيقة يستحق أن نعرضه وللسادة المشاهدين حتى تتبين حقيقة خامنئي هذا. هل هو أساسا، هل هو درس قبل أن يكون مجتهدا فضلا عن يكون مرجع، وغيرها من أمور إن شاء الله. بارك الله فيكم أخي أبو مهدي، وتقبل الله أعمالكم. جزاكم الله ألف خير أخونا أبو مهدي. الله يسلمكم ويحفظكم ويرعاكم. أنا أدعو المشاهدين فقط وبالذات الخماينة إلى مراجعة كتابي دراسة استقصائية بالسيرة العلمية الخمنائية. أدعو كل الخماينة إلى قراءة هذا الكتاب. سيجدون في هذا الكتاب تناقض الخامنئي والكذب والتأليف الذي دلسوه عليكم، وتكتشفون بأن هذا الخامنئي لم يدرس أصلا. هو يكذب في نصوص صريحة وواضحة يتناقض فيها بين دراسته في قم، ودراسته في النجف، ودراسته في مشهد، تضاربات عديدة. كذلك تناقض بين دراسته وجهاده. اقرأوا هذا الكتاب وتأملوا في نصوصه، وراجعوا المصادر التي ذكرناها في هذا الكتاب. بارك الله فيكم أخونا. بارك الله فيكم. ونحن أيضا من هذا المنبر ندعو أيضا السادة المشاهدين لقراءة هذا الكتاب، وكتاب أيضا مرجعية خامنئي بين الوهم الإعلامي والواقع العلمي للأخ أبو مهدي طالب علم. في نهاية هذا البرنامج نوجه رسالة إلى المدعو حسين القلاف، نقول له أننا في هذا اليوم وفي هذه الحلقة تحدثنا معك بلغة هادئة جدا، وتهديدك هذا إن كررته مرة ثانية فلا تلومن إلا نفسك. علي أحسنتم كلمة. جزاكم الله ألف خير. فيا حسين القلاف، هذا الأسلوب الداعشي ما ينفعك أبدا في أن تقف أمام هذه المسيرة العريقة، مسيرة الشعائر الحسينية اللي بحمد الله تعالى سيد أحمد والسيد المرجع قبله والمراجع والعلماء والمؤمنين من آلاف السنين واقفين في خط واحد يصدون هاي الهجمات الشرسة على شعائر أبي عبد الله صلوات الله عليه. فمهما هددت، مهما حاولت أن تهدد وأن تخيف المؤمنين، فتهديدك هذا رجعة مثل ما يقولوا حطه بجيبك، ما يفيدك. نعم أحسنتم، ونشكر السادة المشاهدين، وهذا ما يعني بقي لنا في هذه الحلقة. نلتقي وياكم إن شاء الله يوم غدا في حلقة أخرى من حلقات فدك بلاس. هذا وصلى الله على سيدنا محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا دام.